السلام عليكم، انا حسناء من مدينه اقادير. السن ديالي 27 سنه. اليوم الاخوان والاخوات جيت نعاود لكم حكايتي ومشاكلي او معاناتي مع جيراني، بالاخص مع جاري اللي مكد عليا حياتي، جاري اللي مرني في حياتي 5 سنين من نهار سكنت هنايا ما عمرني شفت النهار مزيان. رغم ذلك دائما كنكون إنسانة قوية، رغم ذلك كنحاول أنني نقوي نفسي، ودائما نكون ديما تكون عندي طاقة إيجابية، وما كنحاول أن هادشي ما يتغلبش عليا. ولكن صبرت 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 حتى هيت اليوم جيت نشارك معكم معاناتي وتحسوا بيا. لحقاش عييت؟ والله تعييت. مشاكلي مع الجار، أول حاجة في الأول ما كانش عندي مشاكل مع الجار. كيف يلا سكننا، انا ساكن انا والاخت ديالي. الام ديالي مطلقة بينا من 2003. الام ديالي عايشة في مدينة اسبانيا، في بلد اسبانيا، في ديار اسبانيا. وحنا يا هاد الدويرة شاريها لنا الوالدة، شاريها لنا كريدي باش ما نتلاحوش في ديور الكرا. كتخلص فيها مسكينة ماما تريزات. رغم ذلك الحمد لله عايشين بخير، ما عنديش مشاكل مع لا العائلة ولا مع زعما الوالدين. الحمد لله عايشة بخير، حياتي الحمد لله ديما مرتاحة، ديما كنقلب على ساعتي راسي. الحمد لله ما عنديش حتى شي مشكل من غير مشاكلي مع الجيران. غنبدا معكم المشكل ديالي من كيف بدا في الاول حتى لدابا. المشكل ديالي هو ان هاد الجار كاين، هو ساكن حدايا وساكن حدايا واحد الجارة. في الأول ما كانوش مشاكلي مع الجار، في الأول كانوا مشاكلي مع الجارة. الجارة في الأول كانت كتجي كتدق علينا، كتبغي تهضر معنا، ندخلو عندها نخرجو عندها. أنا والأخت ديالي شادين تيقارنا. الأخت ديالي صغيرة، تقريبا السن ديالها 5 تقريبا، لا أختي بنت 98، السن ديالها قول 21 سنة. في هاد السنة هادي فاش جينا حنا صغار، يعني انا خدامه كنشتغل في لوكاسيون دي فواطور، في اجار السيارات، وكذلك مرشده سياحيه. ورغم ذلك الحمد لله خدامه ومقاتله مع الزمان، والحمد لله. والام ديالي مسكينه ما مخلينا مخصوصين من حتى شي حاجه، يعني الحمد لله هانيين. ولكن الجار جيران ما خلاونيش هنا. غنبدا لكم القصة من الأول حتى الأخير باش تعرفوا معاناتي. واخا رغم ذلك كيف كتعرفوا أنا عندي قناة في يوتيوب، اسم قناتي هي السعادة مع حسناء. ورغم ذلك ما عمرني عاودت لكم شي حاجة، ما عمرني حاولت أني نوصل الإعلام في المشاكل. رغم ذلك ما عمرني تشوفوا قناتي، ما عمرني دخلت في شي حد ولا هضرت في شي حد ولا علقت على حتى شي واحد. يعني انا كنخدم على قناتي بخير الحمد لله، ما حاولتش اني نخرج للاعلام. ولكن كتسمع انني عييت، وصلت لواحد الحد لانني خاصني صافي نهضر على حقي. اول شيء وقبل كل شيء المهم سمحوا لي، والله ما قدرت كاع نهضر تقدر ديال الهضره. المهم جينا نسكننا لأكادير، سكننا في أكادير. من بعد فاش سكننا كانت الجارة كدق علينا، أجي ولدي نجي عندكم أختي، حنا مدناش معاه، سير عندي وسير عندك صافي، كل واحد الله يعاونو. ما بغيتش أنا شادة تيقاري، ما بغاتش. كتجي كتجمعنا دائما، كتحطنا حاجاكم لي بوبل في الباب، ما خلات ما دارت. كتجي تجمع لينا في البيبان، تخبط علينا في البيبان، تطلب الناس تقول ما فيكم. كنت دات بها شكايه الاولى، شكايه الثانيه، شكايه الثالثه، دات ماما شكايه عند القنصل في مدريد بلاد السيد، راه كتعدى عليا على بناتي. رغم ذلك الشكايه واخا جات الام ديالي في شهر 8، داتها ماما في 2000 تقريبا 2016 ولا 2016. المهم فاش يلاه سكننا هنايا، حنا سكننا هنايا في 2015. رغم ذلك درنا ديك الشكايات، كيقول لك لازم شهود، وبالنسبه للشهود حتى واحد ما كيبغي يدخل في المشاكل معها، كيقول لك لا ما نقدروش نشهدوا لك.
حتى جا واحد النهار اجمت علينا وفي رمضان بقى عاقله. في رمضان جات اجمت علينا وش نقول لكم، كنت في واحد الحاله اللي ما نعاودش لكم، دخلت في واحد الاكتئاب حاد، تبات عند تحت كريز فجات اجمت عندنا، وكانت واحد الشهيده شهدت لينا، شهدت بالحق الله يجازيها بخير، تحكمت لنا المحكمه، حكمت ليا بالسرسي والغرامه، ما تبقاش توصلنا. ورغم ذلك دخلت عطوني انا باش ندير شهاده طبيه، درت شهاده طبيه عطوني فيها 6 شهور تاع العلاج، ورغم ذلك تما فين خديت حقي منها. ولكن هي دارت بيا 2 ديال الشكايات، ماشي شكايه وحده. علاش حسنا دارت شكايه وحده؟ لحقاش حسنا ما مولفاش بالمحاكم، حسنا ما مولفاش كطلع وتهبط في المحاكم، تو ناس كطلع وتهبط مع الجيران. المهم رغم ذلك درت شكايه بها، تحكم لصالحي، وهي كذلك دارت بيا 2 شكايات كيف قلت لكم. ملي دارت بيا هي 2 شكايات، وحده ما دخلاتش النقاش نهائيا، ورغم ذلك تحكم لي انا بالغرامه وبالسرسي. وواحد الشكايه الاولى، الشكايه اللي ما دخلتش النقاش، هي ديال انا كنهددها بالسلاح الابيض. انا ما عمرني ضربت في حياتي كامله. تحطت فيك شكايه بلي انت كتهدي بالموس؟ بلي كنهددها بالموس، ما دخلتش الحفظ صافي، دخلت سميتو تحبسات عندها صافي، غادي يدخل الحكم. ضبنا حنايا المحامي ديالي قال لي قبل 10 ايام خصني نعاود سميتو الطلب لرئيس المحكمه باش انه يخرج الملف النقاش. عطانا الرفض، رفض في الاول، من بعد خلينا الحكم تحكم قبل 5 ايام. هو نورمالمون خاص قبل 10 ايام، ما خصش توصل 10 ايام على الحكم باش من هي بالعامه ما كتستانفش. صافي من بعد فاش سميتو تحكمت المحكمه تسنينا تستانفت، ملي تستانفت طلعت براءه، يعني واحد ملف محكوم ليا واحد ملف محكوم ليها. المهم شكون هو اللي كيشهد في داك الملف اللي غادي نتحكم فيه انا؟ هو الجار. كيدخلوا عنده كي فهمتي صداقه منسجمين مع بعضهم البعض. انا اللي انا كندخل كنسد عليا، انا عايشه غير انا واختي، خويا كتضل اختي كتقرا الحمد لله، ورغم المعاناه ورغم سميتو هادشي كامل اللي عانينا كامل، تبارك الله شدات لا ليسونس في تخوازو كتفاليدي كل عام، وكنحاول انا نشد الدق عليها باش هي تكمل قرايتها. رغم ذلك الحمد لله تحكم الحكم اللي قسم يلاه شفتو. من بعد مابقاتش في دوك الايام ديال المحكمه فاش كانت عندنا، كان الجار تيقول لي دائما هادي كتبقى جارتك وخصك تدخلي عندها وتدخل عندك وانتوما جيران. تنقول لها سيدي انت راضي انها تدخل عندك وتخرج عندك؟ هذاك الشيء شغلك هذاك، انا ميمكنش غندخل ليك في خصوصياتك، ولا انت كذلك غتدخل لي في خصوصياتي، كل واحد الله يعاونه. رغم ذلك تيقول لي وانت زوينه كتلبسي مزيان، شعرك طويل، ديما انيقه. تنقول لي شوف اسيدي داكشي كيخصني انا، انت جاري وانا جارتك، وعليا وعليك بالاحترام، ما توصلني ما نوصلك. للاسف كنكتشف بالله هو شد له الخيط، ورجل كبير كبير والله. من بعد فاش دار سميتو، من بعد جلس عند السنديك، هو صاحب نائب السنديك، كيجلسوا في القهوه بيناتهم، نادو يقول له غادي نجلس نعاونكم، انا شاد لاغوت خيط ونجلس وفي نفس الوقت نعاونكم ونقول بلي راه فهمتي اللي جا بغى يخلص وما لقى حتى واحد، المهم حنا كاينين نتعاونوا مع بعضنا البعض. قال له صديق ماشي مشكل، فاش كنكون عيانه ولا كتكون الاخت ديالي عيانه، ولا كيجي الطاكسي كيهزنا قدام ريزيدونس على اساس اننا نمشي للبيطال. حنا قال لي شتك البارح في الوحدات الليل دايره المنطه عليك ومريضه، وعلاش ما تدقيش علينا؟ قلت لي لا ماشي مشكله، كاينين زعما كاين طاكسيات وحنا جيران. كيشوف اخويا انا جارتك وانت جاري وعليا وعليك باحترام، كل كيحاول انا يتقرب مني مهما كان، وانا كنتبعد. كنكتشف بلي انا كتجيني دي الورقه ديال دار الطريبه كيحلها، قالك علاش انت تجيك رخيصه، وانا
خويا راه ساكنه في سكن اقتصادي، راه ما ساكنش انا في شي دار اللي هي كبيره باش تجيني غاليه. كتجيني بحالي بحال الناس 300 درهم 300 درهم، شحال خويا غتجيني الا ما جاتنيش 300 درهم؟ من بعد صافي قلت ليه ما تبقاش تقلب لي اوراقي، ولو كاع الاوراق ديال لي بنك ما كنتوصلش بهم كيحلوهم. واحد نهار جيت لقيت لواحد الملف حطوا لي في لابونك، جيت لقيته حالو كيقلب فيه و تيقرا اسيدي انت راه خصوصياتي راه ماشي خصوصياتك، واحنا جيران ونعاونوك تعاوني باش تقلب لي خصوصياتي، قال لي وليك باحترام عطيني ابتسامه للناس. ما بغاش. المهم بقى 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 شاده فيا، حتى لواحد النهار كنت خارجه مع العماره وكانت عندي واحد القطه كانت عندي مشه في الدار، كيقول لك ما تقولش ميو ربي اخويا كيجي عندك كيقول لك علاش المشه تدق عليا كيقول لي علاش المشه تقول ميو، واش غنقول اخويا هو راه قطه هذيك واش غنسدها في مولا غادي نربطو ليها الرفق بالحيوانات؟ وانا نعذبها شفت حتى عيز كتغوت المشه مثلا كنقولها حتى ميو ولا صافي ولات حيت انا كاع القطه لقيت خويا عندي شي قطه دابا اش كيدير كيمشي كيهز الروست ديال الدجاج كيحطهم ليا في طروش في العماره باش كيتجمعوا القطوط باش كي زعما انني كنوسخ في العماره، هو كيوسخ وانا كنقي ديما تيلو جافيل ساني كرو ديما كنقي. مشى دار ليا شكايه عند القائده، كانت عندنا في الاول قائده، جاو السلطات المحليه معاها رغم ذلك لقاو بلا ما كاين حتى حاجه، لقاو الدروج نقيين وطلع معاهم السنديك الاول الله يعمر هضر كنذكرو غير بالخير بدون ذكر الاسم وسمحوا ليا، قال له ودير ما كاين والو طلعوا جاو شافوا ما لقاو حتى شي حاجه. من بعد جات القائده قالت لي شوفي بنتي دخلي لدارك وسدي عليك اللي بغى يدير لك شي كيمشي يديرها، غير ما تخليش لهم مجال انك زعما فين انك تضربي معاهم، وهاديك انا حاجه ما عمرها تكون. صافي دخلت سديت بابي خليته قد ما انا ما كنتشجرش معاه وما كنضربش معاه، وهادي هو قد ما كيزيد يجعر وكيقلب غير فين يدوز ليا كيف كيقولوا دوك الناس زمان الرجال فاش كيشدوا لا روتريت كتبان ليه هي مرتو ولادو هي جيرانو. انا تسيد كبر مني وكنحلف وكنعاود انها كبر من الاب ديالي، راه كنعرف فاش زايد في المحاضر بابا صغر منه، ورغم ذلك دير عقلو فيا ماش دخلت ماش خرجت اش لبستي اش درتي، دائما في الدروج كيتحكك عليا هكا في الدروج دائما كنتصاطح معاه ما كيخويش ليا زعما الطريق، وليت انا كنهرب تنشوفو كنهرب تنخلي حتى وكان يدوز عاد ديك الساعه كندوز انا. المهم من بعد كنحاول اني نميك حسنا واش غتبقي تطلعي تهبطي في المحاكم تيلا بديتي في الحياه تيلا قلتي بسم الله نودي خدمي على راسك وديما كوني مرحيه وكوني كابابل. هو كيقول لك هادشي هو كيقول لك اش كيقول ليا كيقول لك تيقول لي ديما كتلبسي مزيان علاش اليوم لبستي سبور البارح لبستي جين وعلاش هادي ولبستيها كتجي معاك وشعرك طويل، كنفكر دابا نقطع شعري غير باش ما يبقاش دوك الشبهات عليا شعرك طويل حاجه كنت عيطوا عليا العوده علاش شعري طويل خصني نقطع شعري باش ما يهضروش معايا ولا خصو يعتبروا ليا حتى ما تكونش خصها تكون معايا امي ولا خصها تكون معايا والديا لي با ولا خوتي عندي غير وحده بجوج عندنا قصير كنفوق منا دارو فينا ما بغاو. المهم رغم ذلك حاولت انني ما نديش في عقلي فيهم باش ما يلقاوش فين يشدو فيا. واحد النهار بني القيده قالت له راه ودي راه جيت انا ما لقيت حتى شي حاجه وما بان ليا والو هادي وهادي صافي اش تيدير هو. داك النهار انا هي نازله مع نهار الاحد بقى عقل الحد غادي يكثر عليا خدامه عيطوا لي في خدمه على شي حاجه ضروريه. رغم ذلك تيقول انا غادي واحد القط تابعني لحقاش علاش فاش كيجيب ليهم الرؤوس ديال الدجاج كيحطهم ليهم حدا الباب ديالي وفي الدروج اللي حدا الباب مع انا الباب ديالي على السطح، فاش كنخرج انا كنجري عليهم دابا بحال انا اللي كنحط ليهم الماكله، فاش كنكون خارجه مسكين واحد القط كيتبعني تابعني وانا بغيت نقول داك اللي قال حارس العماره قال له شد ديك القطه نقتلها، وانا نتلفت له ونقول له والله يا خويا حرام عليك واش دارت لك ديك القطه باش تقتلها واش هذاك
المشكل معايا انا ولا مع القطه. ناد السندي قال لي واش بغيتي يا ودي عطيها ابتسام. انا حتى انا ما كنبش حتى نبكي تنقول لها الله ولد الناس ما عطيني ابتسام، رانا هييت واش انا قريتك ها ديني معاش داخله معاش خارجه انا دوك كيغوت وهادي طلع طلع في حالو. انا ثاني عطاني مسكين جاب لي السديك السابق ماشي الحالي، جاب لي الماء مسكين شرب طلعت بحالي للدار. من بعد فاش طلعت للدار للاسف ما بقيتش خدم داك النهار، مرضت وليت تعصبت وبكيت. اختكم حسنا ما بقاتش منضبطه في خدمتها، بقيتش كنخدم كنمشي ديما ديما مريضه ديما. رغم ذلك حتى فيديوهاتي غنشوفو في يوتيوب كنغيب عليكم بعض الاحيان تنقول لكم سمحوا لي راني عيانه لدرجه نسب ستريس ولات عندي نسبه تسمم في الدم طالعه شحال من حاجه مبقيتش كناكلها غير بالستريس. دابا حاليا شنو كيقول لي الطبيب غير تعصبي تقدر في اي وقت ترتق لك ولسي سنايا وتبداي في الشيميو. نسبه التسمم اللي عندي بالستريس طلعات في الدم نورمالمون. دابا نوريك لي زاناليز العود ما خص تكون في المينيموم 8600، خص الماكسيموم ما تعداش 12200. انا ولات عندي 16000 وتقريبا وشي 600 هكاك، يعني تعديت انا الماكسيموم. كنحاول اي حاجه اللي ستريسيني كنبعدها، وديما معكم في قناتي مراحية وكيف كتشوفوا درت قناتي باش نعاون بها نفسي غير باش ما التجاش للطريق يعني للخارج للشرع او القانون، وماشي حتى ماشي حتى من تربيتي. الحمد لله عندي صحتي نخدم على راسي نتقاتل مع الوقت كيف كتشوفوا حسنا دائما حربيه وكتقاوم وكتزيد تقاوم حتى معاهم رغم المشاكل رغم الشكايات اللي هي كثيره رغم طلعوا هبط في المحكمه. انا وليت ساكنه في المحكمه دائما المحاكم طلعوا هبط كل مره ملف جديد كل مره ملف جديد. داك النهار قلت لكم كان الحد فاش تلاح عليا فاش نضكي صافي داك الشجر اللي داز بيني وبينه طلعت انا الضل ما بقيتش خدمت الغدين الاثنين انا نازله مع الظهر باش نجيب منى دانيس مع وقت الغدا. كنت عندي الخاله ديالي قلت لها بلاتي تعرفك نجيب منى هذا باش نطلعوا زعما ونتغداو يلا. سديت الباب ديالي مع هو ساكن في نفس الطابق اللي انا ساكنه فيه فجيت نهبط سديت الباب يلا هبطت مع الدروج سمعت باب تسد في الكاتريه ما عرفتش شكون نازله انا في الدروج تبعني من الكاتريه ميطاج حتى للدوزيام من الكاتريه حتى للدوزيام. من بعد كيشدني من النور كندور كيشدني من الحويجه وكيلصقني بغى يقبلني بزز يعني محاوله اغتصاب كنغوت ربي اللي خلقني. شي في الدرج ديال الاقامه نيت اكيد في الدوزيام ايطاج فاش جيت كنغوت خرجوا كاع الناس ديال داك الطاج وحتى ديال الطبق اللي فوق منه يعني في الدوزيام وفي التروازيام. حتى خالتي مسكينه سمعتني كنغوت هبطت كتجري مني هبطت كتجري جاب الله هز التليفون ديالي وهز البسطاميت معاه كنت غادي مسخره الحانوت. اتصلت بالشرطه جاو في عين مكان جاو بسرعه داوني انا وياه خديو المحضر ديالي في نفس الوقت. جيت انا للدار هو بقى معاهم خداو المحضر ديالو قالوا له 48 ساعه ما تخرجش على اكادير تبقى هنا. في الليل كيتصلوا بيا الناس كبار في العمر يعني رجال كبار حسنا اختي كنت اسفوا لهذا الشيء وعافاكم تصالحوا بيناتكم نتوما جيران علاش توصلوا حتى لهذه الحاله والله يهديه دخلت الجاره في المشاكل وهي مشات وبقاو في المشاكل وفي الصداع وفي هادي وهاد. ورغم ذلك ما قلت لهم يدير لي التزام بلا ما عمرو يوصلني والله تنتنازل ليه غير باش نضمن نفسي ما نبغيش نشوفه حتى هو في المشاكل وغارق في المشاكل. رفض قال لهم لا قال لهم والله ما ندير لها شي تنازل خليها طلع وتهبط ولا صورت شي حاجه تجي لعندي وتواجهني. قلت له نشوف العداله واش تاخذ حقي ولا لا. للاسف انا الملف كيدخل للحفظ علاش ما عنديش شهود خاص ضروري قال لك يكون شهود انا باش هو شدني وكي كيحاول يغتصبني. دخل الملف الحفظ ناد هو هز حوايجو واش يمكن كرا ولا ما نعرفش شرا الله يعاون اخويا والله يسهل عليه حمدت سيدي ربي وشكرته غير ملي تحول.
بعد الحمد لله وليت كنهبط مرتاحه، كنطلع مرتاحه، حتى قلت صافي تهنيت منه. حتى واحد النهار كنكتشف بالله شادني مقتطف انني هابطه مع العماره، ومقتطف خارجه وهز التسجيلات بدون اذن لا عند النيابه ولا من عند الشرطه. هذا مع من خداها من عند السنديك الجديد. دقيقه بعدا واحد النقطه نوضحها. من بعد السنديك ديال الاول لقى المشاكل وهاد المحاوله الاغتصاب، دخل هو كشاهد وكيقول بالله اودي انا ما شاهدت حتى شي حاجه. السيده ما تلحتش عليه، ما وصلاتو، راه وريتك اخويا كاع المحضر وشفتي. ورغم ذلك نادو هو قدم استقالته في شهر واحد ديال السنه الماضيه، ونادو داروا اجتماع في شهر ثلاثة. حضرت في الاجتماع ديال السنديك، جلست، نادو قالوا بلي راه بغاو يديروا، هو بغاو يعينوا واحد السنديك اخر، انا ما كنعرف عليه حتى شي حاجه. جارنا هنا في العماره كنحترمو كيحترمي، انا ما عنديش شكون اللي يدخل ولا شكون اللي يخرج ولا هادي، ما كيهمنيش اخويا في السنديك. انا الواجب ديالي كنت كناديه، كنخلص السنديك كل نهار واحد في الشهر كنت كنخلصو. في شهر ثلاثة خلصتو نهار واحد، داز الاجتماع نهار 16 كنكتشف ان السنديك ديال العماره الجديد الصديق ديالو لا هو لا النائب اللي كيشهد معاه دائما في الشكايات ديالو، دائما كيكون معاه في القهوه، دائما كيمشيو بجوج للجامع، يعني ما كيتفارقوش. كنكتشف بلي السنديك الجديد كيدير بيا حتى هو شكايه. شكايه شنو فيها؟ انني كنهجمت عليهم مكتب السنديك وشخشخت وهرست وما خليت ما درت، يعني هجوم الملك العموم، خساره الملك الغير. من بعد كندخل معاهم في المحكمه، حسنا تاني وكلات محامي الله يجازيه بخير، وقف معايا واحد الوقفه، واحد الاستاذ الله يعمرها هضر وقف معايا مسكين واحد الوقفه ما نساش خيره. من بعد دخل الملف النقاش، استدعوا الشهود. من بعد فاش استدعوا الشهود جلسنا استمع لينا واستمع للشهود، دليت بادله ان الشهود السيد اللي كيشهد باللي انا هجمت عليه هو الجار اللي عندي معاه شكايه محاوله اغتصاب، والاخر نفس الشاهد له، يعني وشكايات اخرى دائما كيشهدوا في نفس الملف، نفس الشهود، نفس الشكايات ونفس الشهود وشهود زور. ورغم ذلك دفعت الادله واثباتات، ورغم ذلك الحمد لله تحكمت لي بالبراءه. حتى لهاد الاواخر كنكتشف في الملف انني كيقول اني هجمت عليه وكنهدو بالقتل. فاش كنوقف مع السنديك في الاول يلاه تحكم بهاد هاد الشهر هذا بدون ما يدخل لا النقاش ولا يستمعوا ليا في المحكمه، لا انا ولا الشهود ولا الجار، ما استمعوش لي نهائيا، وتحكم ليا بالغرامه 3000 درهم وشهر سورسي ولا ما عرفت شهرين سورسي. ما والله ما عقلت، مع كثرت اخويا الاحكام وكثرت والله ما بقيت عقلت واش شهر ولا شهرين. شهرين سورسي واخا مع الاخ شاف الحكم، شاف الحكم هو عندي هنا يعني. المهم من بعد كنكتشف بلي كيدير بيا شكايه اخرى، بلي انا مرتو واقفه عند الهساس الحارس العماره كتسال معاه، وانا ديزا راه حداهم، ولحقاش كاين باب واحد في العماره هو اللي غنخرج، كي غندير انا واش غادي نطير؟ ما يمكنش. هما واقفين قدام الباب تحت الكاميرا، هزيت الدلو ديالك تازا واحد السكن خارجه طريقه باش غادي نخرج، تيتهمني بلي انني بزقت عليهم وسبيتهم. استدعوا الحارس العماره كيقول لهم السيده دازت حدايا ما سباتهم ما بصقات عليهم، وانا خويا غنقول شهاده الحق، هو جاري وهي جارتي، انا خدام هنايا يعني ما عندي فيها لا هو لا في هو. السيده دازت ولكن اودي راه ما قاست حد، ما تعدات على حد. اش كيدير هو؟ جوج شكايات في شكايه واحده. الشكايه الاولى اش يقول فيها؟ تيقول فيها بالله، تيقول بالله راه ديك الشكايه القديمه اللي دخلت الحفظ ديال محاوله الاغتصاب هي انها وشايه كاذبه، يعني جوج شكايات في ملف واحد باش يطعني. من بعد دخل الملف للمحكمه، ورغم ذلك دابا راه عندي الجلسه ان شاء الله نهار 29 في هذا الشهر ديال شهر 10،
والملف اللي تحكم ليا اللي هو اللي عطاوني 3000 درهم غرامه وشهرين سورسي، راني عندي دلائل وعندي اثباتات. وبديك الفتره فاش عطات التسجيل ديالي السنديك الجديد اللي انا تحكمت لي المحكمه بالبراءه، ورغم ذلك ما درتش الرد بالاعتبار، والله ما درتو. صافي قلت حسنا حدي الصداع، الله يجعل البركه. الا هما ما عندهم ما يدار شدوا كلهم شادين لي غوتخات، كلهم نفس السن، كلهم 60 عام كلهم، لا الجار ولا السنديك ولا نائب السنديك. واش عباد الله كداو 60 عام كداو 60 عام كداو 60 عام على بنت 26 عام 27 عام؟ واش انا خويا اللي مرا؟ واش انا اللي بنت فتاة كادير باش يطمعوا فيا باش يركدوا عليا حياتي ويطلعوا يهبطوني في المحاكم؟ عييت والله تعييت، هي باقي فيا الصبر شويه، باقي كنهضر في راني عييت. داكشي علاش التجت الاعلام والتجت القضاء باش ياخذوا حقي، لقاش عييت. رسالتك الاخيره رسالتي الاخيره للناس، تعاونوا مع اختكم حسنا، والله تا محتاجه ليكم، بغيت حقي والله ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير نطلع براءه، ما تحكم عليهم وما بوالو، ما بغيت نتابعهم حتى حاجه، بغيت غير حقي، بغيت غير نطلع بركه من الاحكام. واحد النقطه الاخوان، انني جيت عند المكتب السنديكي كيعطي تسجيلاتي، انني ماش داخله من العماره وماش خارجه من العماره، وكيعطي تسجيلات بلا اذن لا من عند النيابه العامه ولا من عند الشرطه. من كيعطي التسجيلات هذو؟ كيعطي الجار دائما باش كيدير بيا شكايات. شفتي الاخ انا اللي شديتهم كيعترف السنديك بلا كيعطي بدون تسجيل بدون اذن لا من عند النيابه العامه ولا بدون اذن عند الشرطه، وكيطلب مني عفاك وانا ما قصدتش نعطيه وكذا وهادي. قلت له انا خويا شحال قد يبقى نطلع ونهضر في المحاكم؟ لهذا درت الاخوان والاخوات درت شكايه انا كيخرج لي تسجيلاتي بلا اذن، وعندي اثبات قاطع، هما الصحافه شافوه وكنتمنى يا ربي يا ربي نشد حقي وعافاكم وقفوا معايا، والله تا محتاجه ليكم. وبخلال فيديوهاتي في يوتيوب غتشوفوني انسانه محترمه، الحمد لله ما عنديش انتقادات سلبيه الحمد لله، ورغم ذلك كنلتجأ دائما لطريق الحلال. وشكرا لكم، وكنتمنى عافاكم وقفوا معايا وما تخليونيش بوحديتي، وحسنا ديما غتبقى قويه حتى تشد الحق ديالها.